أنا اسمي دكتورة هناء ونس، أنا أستاذ مشارك فارماكولوجي في كلية الطب جامعة القاهرة وفي كلية الصيدلة جامعة طيبة. أنا مبسوطة ويشرفني إن أنا أكون معاكم النهاردة في أول محاضرة ليا في محاضرات الفارماكولوجي. المحاضرة اللي هناخدها النهاردة هي تبع الموديول بتاع الإندوكراين، فهي بتتكلم على الريسبتورز أوف ذا هرمونز وإزاي بتشتغل، إزاي ممكن تشتغل. طيب حضراتكم اكيد عارفين من الفسيولوجي او من اي دراسة قبل كده يعني ايه اندوكراين هرمون، يعني هو عبارة عن هرمون بيتفرز بجلاند من غير دكت، هي ملهاش دكت، هي بتفرز الهرمون دايركتلي في السيركيوليشن علشان يعمل ديستانت اكشن على اكشن على ديستانت تيشو او تارجت سيل. جنرالي كده احنا بنقسم الهرمونز لجزئين او الريسبتورز اوف ذا هرمون لجزئين على حسب هي بتشتغل من بره على سطح الخليه، من بره على الممبرين من بره، ولا هو الهرمون بيدخل جوه الخليه وبيشتغل على ريسبتور من جوه الخليه. فهو بيقول لي جنرالي كده ريسبتورز فور نون ستيرويدال هرمونز بتبقى لوكيتد على السيل ممبرين من بره، لكن الريسبتورز اوف ستيرويد الهرمون اللي هي طبعا منها الستيرويدز او الكورتيزول بتشتغل على ريسبتورز جوه السيتوبلازم، وايفن حتى ممكن تشتغل على نيوكليار ريسبتور، ريسبتور موجود جوه الخليه. طيب ممكن برضو حضراتكم يكون عندكم فكره عن الاندوكراين سيستم اند هرمونز اللي موجوده في جسمنا في العموم. عارفين ان احنا عندنا يعني جلاند اسمها هايبوثالاموس بتفرز ريجوليتنج هرمونز يا اما ريليزنج او انهبيتوري، بتتحكم بعد كده في الانتيريور بيتيوتري هرمونز، والانتيريور بيتيوتري بتبتدي تفرز لي جروث هرمون او بتفرز لي اي سي تي اتش او تي اس اتش او الاف اس اتش والال اتش والبرولاكتين. طيب علشان في الاخر يحصل ايه؟ تبتدي بقى تشتغل على الجلاندز اللي موجوده في جسمي، يعني مثلا جروث هرمون يبتدي يشتغل على ديفرنت اورجانز موجوده في جسمي بما فيها الليفر. بيشتغل عن طريق ايه الجروث هرمون؟ بيشتغل عن طريق انترميديت كده هرمون اسمه الانسولين لايك جروث فاكتور. طب الاي سي تي اتش اللي هو الادرينو كورتيكوتروفيك هرمون يعني هيروح على الادرينال كورتكس ويعمل لها ستيميوليشن، فهو ده اللي هيستيميوليت افراز الجلوكوكورتيكويدز والمينرالوكورتيكويدز وكمان الاندروجينز اللي برضو بتتصنع في الادرينال كورتكس. تي اس اتش اللي هو الثيرويد ستيميوليتنج هرمون اللي هيروح على الثيرويد ويعمل ستيميوليشن للثيرويد ان هي تفرز الثيروكسين. اف اس اتش اللي هو الفوليكل ستيميوليتنج هرمون ده اللي هو لما بيزيد بيبتدي انديوس الاوفيوليشن، واليوتنايزنج هرمون ده موجود في الفيميل علشان خاطر يبتدي يكون لي اليوتيال بادي بعد الاوفيوليشن، والال اتش برضو موجود في الميل علشان خاطر يستيميوليت التستيكلز ان هي تفرز تستوستيرون والبرولاكتين. لو احنا نلاحظ كده ان البرولاكتين هو الوحيد اللي موجود ليه في الهايبوثالاموس برولاكتين انهبيتوري هرمون وبرولاكتين ريليزنج هرمون. برولاكتين انهبيتوري هرمون بيعمل انهبيشن للريليز اوف برولاكتين، لكن ريليزنج هاي ستيميوليت اللاكتيشن وهاي ستيميوليت البريست فيدنج وهاي ستيميوليت البرولاكتين سيكريشن. حد يعرف مين هو البرولاكتين انهبيتوري هرمون اللي موجود عندنا في الهايبوثالاموس عباره عن ايه؟ حد يعرف هو مين او هو ايه؟ الدوبامين. الدوبامين موجود عندنا في جسمنا، هو ترانسميتر موجود في السي ان اس، ليه اكشنز كتيره ومن ضمن الاكشن بتاعته كمان ان هو بيشتغل كبرولاكتين انهبيتوري هرمون. دكتور الصوت انقطع. الصوت بيقطع، طب انا اعمل ايه؟
علشان خاطر الصوت يبطل يقطع. لا هو يعني تو انا بس الصوت اللي قطع، بتاعي نعم هو بس تو اللي قطع. بس ممكن تعيد النقطة الأخيرة من بعد الدوبامين سكريشن عشان ال prolactin inhibitor هرمون. ترى قطع ثاني. طيب أدخل من التليفون أفضل مثلا، يمكن الأمور تبقى أفضل، أجرب أعمل كده. ممكن دكتورة، بس تقدر تشغل العرض من التليفون؟ دكتور افصل النت وارجع اشبكي وقولي بسم الله وان شاء الله يزبط. اقول بسم الله. حاضر. طيب انا دخلت من التليفون. طيب انا دخلت من التليفون، انتوا سامعيني كده كويس؟ ايوه دكتورة، بس سوي ميوت للكمبيوتر. بس انا اعمل ميوت للكمبيوتر. حاضر. طيب تمام، لكن انتوا شايفين البرزنتيشن بتاعي كده تمام صح كده؟ ايوه واضح. طيب تمام. احنا كنا بنتكلم على الكلاسيفيكيشن اوف هرمون، وكنا هنتكلم اول حاجه على الهرمون اللي هي موجوده في الهايبوثالاموس، وعلى راسها الكورتيكوتروفين ريليزنج هرمون والثايروتروفين ريليزنج هرمون والجونادوتروفين ريليزنج هرمون والجروث هرمون ريليزنج هرمون والجروث هرمون انهبيتنج هرمون والبرولاكتين ريليز انهبيتنج هرمون. طيب حد كده يتوقع او يبص على السلايد كده ويقول لي الثايروتروفين ريليزنج هرمون هتكون وظيفته ايه؟ يشتغل على الثايرويد جلاند. ايوه بالظبط، هل هو هيروح على الثايرويد جلاند يشتغل عليها على طول ولا هيعمل ايه؟ ده بيتفرز من الهايبوثالامس، فهو هيشتغل بالبيتيوتري. ايوه بالظبط، هيروح للبيتيوتري جلاند ويعمل لها ستيميوليشن علشان البيتيوتري جلاند تطلع ايه؟ ثايروكسين مثلا. لا، البيتيوتري بتطلع ثايرويد ستيميوليتنج هرمون اللي هو التي اس اتش. لو حضرتك ترجع للصوره اللي فاتت كده اهو، التي ار اتش اهو اللي انا بشاور عليه اهو، طالع من الهايبوثالاموس بيروح يستيميوليت البيتيوتري علشان تفرز تي اس اتش اللي هو الثايرويد ستيميوليتنج هرمون، والثايرويد ستيميوليتنج هرمون هو اللي يروح على الثايرويد جلاند ويبتدي يفرز ثايروكسين. طيب حد تاني يقول لي مثلا الكورتيكوتروفين ريليزنج هرمون اللي طالع من الهايبوثالاموس هيشتغل ازاي؟ يطلع اي سي تي اتش من الانتيريور بيتوتري ادرينال كورتيكوتروبين تروفين هرمون، بعدين يروح الادرينال كورتكس ويطلع الجلوكوكورتيكويز والمينرال كورتيكويز. الفكره بقى بتاعت كل الهرمونز كده، عندنا ريجولاتوري هرمونز سواء كانت ريليزنج او انهبيتوري بتطلع من الهايبوثالاموس تروح تشتغل على البيتيوتري في الاول، وبعدين البيتيوتري بتفرز ستيميوليتنج هرمونز هي اللي تبتدي تروح تشتغل على التارجت جلاندز. تمام كده؟ تمام دكتور. طيب تسمعوا على حاجه اسمها فيدباك ميكانيزم؟ تمام. قولي لي يا دكتوره عبارة عن إيه؟ يعني لو اتكلمنا على الفيدباك ميكانيزم بالنسبة للثايرويد جلاند وعلاقتها بقى بالبيتيوتري وعلاقتها بالهايبوثالاموس هتكون إزاي؟
في حال كان في decrease في secretion of certain hormone من الثايرويد، فبيصير نيجاتيف فيدباك يروح للهايبوثالامس يسوي secretion لل TSH مثلا، ويروح ال TSH يسوي secretion لل نيجاتيف فيدباك ولا بوزيتيف فيدباك؟ نيجاتيف فيدباك انه oppose the current stays status. أي أيا كان هو اسمه positive ولا negative، هو زي ما أنت قلته كده شرحه صح. لو أنا عندي الثيرويد هرمون الثيروكسين قليل، فبالتالي هيبتدي يديني feedback للبيتيوتري والهايبوثالامس، يقول لهم والله ده أنا الثيروكسين عندي قليل، الثيرويد جلاند بتشتغل قليل، لو سمحتوا زودوا لي الـ TSH secretion وزودوا لي كمان الـ TRH secretion علشان تبتدي الثيرويد جلاند تشتغل اكتر. والعكس كذلك، لو الثيروكسين زايد هيحصل نيجاتيف فيدباك، الثيروكسين عالي فيبتدي يقول للثيرويد جلاند للبيتيوتري لو سمحتي قللي التي اس اتش، يقول للهايبوثالامس لو سمحتي قللي التي ار اتش. فالنيجاتيف فيدباك دي مفهومه؟ ايوه دكتوره مفهومه يا دكتوره. هي مهمه لي ان انا ابقى فاهمه النيجاتيف فيدباك دي، لانها مهمه في قرايتكم للتحليل اللاب ريزلتس بتاعه العيان، انا ازاي اعمل لها انتربريتيشن. دكتوره نعم عندي سؤال. دول الصوره اللي قبل في الهايبوثالامس، ايش علاقه الاحرف هذه؟ هي عباره عن هرمونات او اماكن؟ لا، الحروف دي هرمونات، الاختصار هو مكتوب في السلايد دي يا دكتورة. يعني الـ CRH اللي بيتفرز من الهايبوثالامس هو ده الكورتيكوتروفين ريليزنج هرمون. هيعمل ايه الكورتيكوتروفين ريليزنج هرمون؟ اهو في الصورة الكورتيكوتروفين ريليزنج هرمون اهو، هيروح يشتغل على البيتيوتري عشان يطلع ايه؟ يطلع ACTH. مفهوم؟ أيوة دكتورة شكرا. وكذلك برضو كلهم كده، الجروث هرمون ريليزنج هرمون يروح يشتغل على البيتيوتري علشان يخلي البيتيوتري تطلع لي جروث هرمون. أوكي؟ أيوة، يعني هرمون يحفز هرمون. أيوة بالضبط كده. فالهرمونات اللي موجودة في الهايبوثالامس أو اللي بتبقى ريليز من الهايبوثالامس، الاختصارات بتاعتها مكتوبة أهي، الكورتيكوتروفين ريليزنج هرمون اللي هي موجوده في الصوره، والثايروتروبين ريليزنج هرمون، والجونادوتروبين ريليزنج هرمون. الجونادوتروبين ريليزنج هرمون ده اللي هيحفز انهي ريليز من البيتيوتري؟ هيحفز ريليز اوف اف اس اتش والال اتش، علشان بدورهم يبتدوا يعملوا ستيميليشن اوف ريليز اوف استروجين وبروجستيرون في السيدات، وريليز اوف تستوستيرون في الميلز، والجروث هرمون ريليزنج هرمون. وقلنا ان البرولاكتين ليه انهبيتوري هرمون اللي هو الدوبامين، برولاكتين ريليز انهبيتنج هرمون اللي هو الدوبامين. وعندي كده هرمون يونيفرسال انهبيتور اوف ذا ريليز اوف اول هرمونز اسمه سوماتوستاتين، او اسمه جروث هرمون انهبيتوري هرمون. طيب الهرمونز اللي بتتفرز من البيتيوتري اللي كانت في الصوره، الاي سي تي اتش اللي هو الادرينو كورتيكوتروفيك هرمون، الاختصار بتاعه الاي سي تي اتش، اللي هيروح يشتغل على الادرينال كورتكس يحفزها انها تفرز المينرال والجلوكوكورتيكويدز. طيب التي اس اتش هيطلع قلنا من البيتيوتري علشان يحفز الثايرويد جلاند انها تفرز ثايروكسين. الفوليكل ستيميوليتنج هرمون اللي هو الـ FSH، اليوتينايزنج هرمون اللي هو الـ LH، والجروث هرمون اللي هو الـ GH والبرولاكتين. طب الحاجات دي بتاعت الانتيريور بيتيوتري، احنا عارفين ان البيتيوتري ليها تو لوبس، انتيريور لوب وبوستيريور لوب. البوستيريور لوب بيفرز تو هرمونز بس، الهرمون اللي هو ليه علاقه بالبلاد بريشر وليه علاقه بيشتغل كانتي دايوريتيك اللي هو اسمه الـ ADH أو اسمه الفازوبريسين، وكمان عندي اللي هو الهرمون اللي ليه علاقة بالـ contraction of the uterus اللي هو اسمه الأوكسيتوسين.
طيب احنا كمان عندنا بجسمنا من ضمن الاندوكراين جلاند عندنا البنكرياس. البنكرياس فيه كذا نوع من انواع السيلز بتفرز different type of hormones. طبعا على رأسهم الانسولين. الانسولين بيطلع منين في الاساس؟ بيطلع من البيتا سيلز اوف بنكرياس. في عندنا هرمون اسمه جلوكاجون بيطلع من الالفا سيلز وبيتقال عليه انتي انسولين هرمون، يعني هو بيعمل اكشن معاكس للاكشن اوف انسولين. عندي هرمون اسمه جاسترين بيطلع من السي سيلز وده ليه علاقه بالسكريشن اوف بايل سكريشنز الصفرة او العصاره الصفراويه وكمان الجاستريك سكريشن. عندي هرمون اسمه سوماتوستاتين بيطلع من الدي سيلز بيعمل انهبيشن اوف ذا اول هرمونز اوف ذا جي اي تي. من ضمن الجلاندز اللي موجوده في جسمنا الادرينال جلاند. والادرينال جلاند معلش صدى نعم في صدى يجي كده الصدر راح. تمام ايوه كده دكتوره. اي سؤال في اللي فات اعيد تاني مفيش مشكله. طيب نكمل. الادرينال جلاند اللي هي السوبرارينال جلاند بتتقسم لجزئين، جزء الكورتكس وجزء الادرينال ميدلا. الكورتكس اللي هو بيفرز الهرمونز اللي هي المينرالوكورتيكويدز والجلوكوكورتيكويدز، لكن الادرينال ميدلا اللي هي بتفرز الادرينالين والنور ادرينالين الابنفرين والنور ابنفرين. الثايرويد جلاند طبعا بتفرز الثايروكسين اللي هو التي 4 والتي 3 اللي هو التراي ايودو ثايروزين اللي هو التي 3 والتترا اللي هو التي 4. الكالسيتونين ده برضو هرمون بيتفرز من الثايرويد جلاند to antagonize the action of parathyroid hormone. مش عارفة انتوا درستوا ده ولا لأ، بس الparathyroid هرمون هم أربعة جلاند، أربعة small جلاند موجودين في لازقين في posterior aspect of thyroid gland. أربعة جلاند صغيرين كده ماسكين في ظهر الثايرويد جلاند بيفرزوا الparathyroid هرمون. الباراثايرويد هرمون ده وظيفته ايه؟ ان هو بيمنتين الكالسيوم ليفل، يعني بيعمل كل حاجه تساعد على ان الكالسيوم ليفل في الدم يزيد. الكالسيتونين ده بيانتاجونايز الاكشن بتاعه، يعني بيانتاجونايز الاكشن اوف باراثايرويد هرمون، فبالتالي ان هو بيقلل الكالسيوم ليفل. طب الجونادز اللي هي السكس جلاندز، الأوفيريان هرمونز بيفرز إيه؟ بتفرز إيه؟ بتفرز إستروجين وبروجستيرون. عندي التستيكل بتفرز تستوستيرون. التستوستيرون بتفرز الأندروجين والتستوستيرون بتفرزوا منين تاني يا دكاترة؟ هل الفيميلز، يعني الفيميلز ما عندهمش تستيكل، هل الفيميلز ما عندهمش أندروجين؟ إلا عندهم. بتطلع منين؟ تطلع من الثيكا انترنا الاندروجين. احنا بيطلع من السوبرارينال جلاند. السوبرارينال جلاند بتفرز جلوكوكورتيكويدز ومينرالوكورتيكويدز وبتفرز كمان اندروجينز. ففين السورس بتاع الاندروجين في الفيميلز؟ اللي هو السوبرارينال جلاند. البلاسينتا في حالة الحمل كمان بتفرز هرمونز على رأسها الاستروجين والبروجستيرون والألدوستيرون. في هرمون اسمه الهيومن بلاسينتال لاكتوجين، ده وظيفته ايه؟ هو زي الجروث هرمون، يعني بيساعد البيبي او الفيتس ان هو يوصل له نيوترينتس كفايه ان هو يجرو. وعندنا الاتش سي جي اللي هو الهيومن كوريونيك جونادوتروبي. طيب الـ control of the secretion of hormones انتوا عارفين منها حاجات،
وعلى رأسها مثلا الفيدباك ميكانيزم اللي انتوا لسه متكلمين عنها من شوية. الدكتور لما اتكلم قال والله لما الثيرويد جلاند تفرز ثيروكسين أقل، فيبتدي يبعت إشارات للبيتيوتري والهايبوثالاموس. نفتكر الصورة تاني، حتى يبتدي يبعت إشارات للبيتيوتري والهايبوثالاموس، احنا عندنا الثيروكسين قليل، فتبتدي إشارات ترجع للبيتيوتري وإشارات ترجع للهايبوثالاموس. علشان إيه؟ والله إحنا ناقصنا ثيروكسين، محتاجين ثيروكسين أكتر، حاولوا تنشطوا لنا الثيرويد جلاند إنها تشتغل أكتر. فيبتدي البيتيوتري أنا آسفة الهايبوثالاموس تطلع تي ار اتش اكتر، فبالتالي البيتيوتري كمان تبتدي تطلع تي اس اتش اكتر، والعكس صحيح. يعني لو الثيروكسين عالي، لا ده انا هبتدي ادي نيجاتيف فيدباك، اللي هو لو سمحتوا قللوا التي اس اتش، قللوا التي ار اتش. دكتور نعم. الهرمونات اللي في الهايبوثالاموس كيف اعرف كل هرمون يفرز هيك بالضبط؟ ما فهمتش سؤالك، لو سمحت تقوله تاني. الهايبوثالاموس فيها الـ CRH والـ TRH. انت مش عارف الاختصارات دي، الاختصارات اللي في الهايبوثالاموس دي ليها علاقة بأنه هرمون، صح كده؟ ده سؤالك. لا، سؤالي كل اختصار من هذه ايش يفرز بالضبط؟ الاختصار، ما هو زميلتك سألتني ايه الاختصارات دي، وقلت ان الاختصارات موجودة في السلايد دي يا دكتور. ايوه، بس هي تفرز ايش؟ هو السيكوتروفين ريليزنج هرمون، التي ار اتش الثايروتروفين ريليزنج هرمون، اللي هو ليه علاقة بالثايرويد، اللي هو هيحفز البيتيوتري انها تفرز تي اس اتش. والباقي كيف اعرف انه كل هرمون يحفز؟ والباقي ايه؟ الباقي الهرمونات في الحاجة الجونادوتروفين ريليزنج، الجونادوتروفين ريليزنج هرمون، اللي هي هتحفز الهرمونات اللي ليها علاقة بالجونادز. الهرمونات اللي هي ليها علاقة بالجونادز اللي هي ايه؟ اللي هي الـ FSH اللي هو الفوليكل ستيميليتنج هرمون، والـ LH اللي هو اليوتينايزنج هرمون، اللي هم ليهم علاقة بالسايكل بتاعة الفيميل. والـ LH كمان مطلوب في الرجالة علشان خاطر برضو يحفز التستيكل انها تفرز تستوستيرون، زي ما قلنا على الرسمة اللي فاتت اهو. الـ FSH ليه علاقة بالأوفيوليشن، الـ LH ليه علاقة بتكوين الكوربس ليوتيم، والـ LH في الرجالة ليه علاقة بإفراز التستوستيرون من التستيكل. ده الجونادوتروبين ريليزنج هرمونز. طيب الجروث هرمون ريليزنج هرمون اكيد هيحفز افراز الجروث هرمون من البيتيوتري. الجروث هرمون انهيبيتنج هرمون هيقلل افراز الجروث هرمون من البيتيوتري. البرولاكتين ريليز انهيبيتنج هرمون برضه هينهبيت ريليز اوف برولاكتين من البيتيوتري. تمام؟ اي حاجه مش واضحه في الكلام اللي قلته؟ تمام. حد عايز يسأل أي سؤال تاني يا دكاترة؟ ولا أبروسيد؟ ما فيش عندي مشكلة أجاوب على أي سؤال. دكتورة، الـ BIH والـ BRH كلها تروح في البرولاكتين، صح؟ البرولاكتين إنهبيتري هرمون، وده إحنا قلنا إن هو الدوبامين اللي هو بينهبت ريليز أوف برولاكتين، مش هيطلع برولاكتين من البيتيوتري، من الأنتيرو بيتيوتري. الريليزنج هرمون ده بقى بيزيد مع اللاكتيشن، يعني الست خلاص اللي حامل وبتولد وهتولد، فبيبتدي يزيد البرولاكتين ريليزنج هرمون علشان خاطر يحفز افراز البرولاكتين من الانتيريور بيتيوتري. تمام؟ ايوه، يعني كلها تروح للبرولاكتين، صح؟ ايوه، البرولاكتين انهبيتوري والبرولاكتين ريليزنج دول ليهم علاقه اكيد برولاكتين، بس ما اسمه كده، برولاكتين انهبيتوري برولاكتين ريليزنج. تمام؟ تمام، شكرا دكتور. العفو. سؤال تاني ولا ابتدي اكمل؟ كملي، يعطيك العافيه دكتور. تمام. طيب الجزئيه اللي بعد كده هنتكلم عليها، هنتكلم عن الكونتراسبتيفز، هنتكلم ان شورت يعني اللي هي وسائل منع الحمل. هو انا المفروض اخلص ثلاثه بالظبط عشان انتوا عندكم محاضره بعد كده. صح يا دكتوره. طيب خلاص ان شاء الله ثلاثة بالظبط نخلص.
طيب احنا ايه الميثودز اوف كونتراسبشن اللي هي المتاحه اللي بنقدر نستخدمها لمنع الحمل؟ في بارير ميثود، يعني فيزيكال ميثود، يعني تمنع. يعني ايه بارير؟ يعني تمنع وصول السبرم للاوفا سيمبلي كده، زي الكاندم اللي هو العازل. في كاندم للميل وفي كاندم للفيميل علشان يبتدي يحصل الايجاكيوليشن جوه الكاندم. دايفرام يعني هي حاجه يعني مطاطيه او فيزيكال كده بتتحط في الفاجينا، بحيث برضو ان هي تبتدي تمنع ان السبرم او السيمن ان هو يبتدي يدخل يعني للفيميل جينيتال تراك. سبيرمي سايتس دي عباره عن سابوزيتوريز فيها مواد بتقتل السبرم. الفيميل تقدر ان هي تستخدمها قبل الانتركورس تقريبا بنص ساعه. السبونج والسيرفايكال كاب برضو حاجات بارير، يعني بحيث ان السيمن ما يبتديش ان هو يبروسيد، السبير ما يقدرش ان هو يبروسيد او يكمل في الفيميل تراك. طيب في ناتشورال ميثودز اللي هي مثلا لاكتيشنال امينوريا، الست وهي يعني، بس دي مش قاعده يعني، مش دايما كل الستات اللي بترضع يبقى هي اكيد هيبقى عندها امينوريا او ما عندهاش اوفيوليشن، لان اللاكتيشن اللي لازم يعمل انهبت الاوفيوليشن ويعمل امينوريا محتاج ان الست ترضع يعني فترات طويله، الطفل يكون بيرضع كويس كميه كبيره، البرولاكتين يكون كميته عاليه علشان يبتدي ينهبت الاف اس اتش والال اتش اللي هم ليهم علاقه بالاوفيوليشن وليهم علاقه بالسايكل بتاعه الفيميل. فممكن اللاكتيشن ينهبت الاوفيوليشن، فبالتالي يعتبر كناتشورال كونتراسيبتيف ميثود. في اللي هي الوذرول الكويتس انتربتس، يعني اللي هو الـ يعني مش هيحصل ايجاكيوليشن جوه الفاجينا. وفي حاجه اسمها الستاندرد دايز اللي هي بيتقال عليها السيف بيريود، اللي هي الفيميل بتبتدي تحسب الفتره بتاعه الايفوليشن بتاعتها فانها يوم من ايام السايكل، وتبتدي تاخد قبليها 5 ايام وبعديها 5 ايام، بحيث ان هي تبقى الفتره دي هي دي فتره الاوفيوليشن فما فيش فيها انتركورس. الحاجات بقى الميديكال اللي احنا نقدر نستخدمها عندنا هرمونز كومبايند. لما اقول كومبايند يعني الدواء اللي انا هستخدمه هيبقى جواه الاثنين، الاستروجين والبروجستيرون. طيب الكومبايند كونتراسيبتيفز ميثود دي عندي منها يا اما انجكتابل حقن، يا اما عندي منها اورال اقراص منع الحمل. طيب في عندي كمان هرمون بس بروجستيرون اونلي بيلز ما فيهاش استروجين. طيب هي ايه اللي يخليني ان انا استخدم بروجستيرون اونلي بيلز لو الست ما ينفعش ان هي تاخد الاستروجين لاي سبب من الاسباب، وعلى راس الاسباب دي ان الست تكون بترضع، لان الاستروجين بينهبت اللاكتيشن، بيقلل اللاكتيشن. فعلشان كده الستات اللي بترضع اللي محتاجه انها تاخد اورال كونتراسيبتيف بيلز بنكتب لها او بنوصف لها البروجستيرون اونلي بيلز. طب في البروجستيرون اونلي كونتراسيبتيفز كام نوع؟ في نوربلانت امبلانتس اللي هي ايه، اللي هي النيدلز اللي بتتزرع تحت الجلد، سبكيوتينيوس كده، شرايح تحت الجلد بتتزرع تحت الجلد وتبتدي تريليز الهرمون على مسافات طويلة قد تصل إلى سنة. وفي عندي حقن انجكتابل كونتراسيبتيف، وفي عندي منها كمان بيلز حبوب. عندي الايو دي اللي هو الانترايوترين ديفايس اللي هو اللوب او اللولب، وفي بعض الستات بتقول عليه الشريط اللي هو ميكانيكال بيتحط جوه اليوترس عشان خاطر يمنع الامبلانتيشن. ومنه أنواع بتكون بس مع المعدن، وفي منه أنواع بيكون كمان متحمل عليها هرمونات. طيب في عمليات تعقيم اللي هي الفيميل مثلا تعمل اوكلوجن للتيوبس بتاعتها، أو الميل يعمل فازكتومي تيوبس برضو عند الراجل يحصل لها إيه تتقفل. طيب البيلز الأنواع، إحنا قلنا إن في عندنا combination preparation
طالما قلت combination preparation دي يعني هيبقى فيها الاستروجين والبروجستيرون. في عندي منها مونوفيزيك. يعني ايه مونوفيزيك؟ يعني من اول ما باخدها لغايه اخر ما باخدها نفس تركيز الهرمونات فيها ثابت. الاقراص كلها زي بعض، نفس تركيز الهرمونات كلها زي بعضها. الست بتاخدها ازاي؟ الست بتاخدها 21 يوم اقراص فيها هرمونات استروجين بلس بروجستيرون بتركيز ثابت، بتاخدها على مدار 21 يوم. طيب والسبع ايام اللي فاضلين ما بتاخدش، او يعني بيبقى في شرايط فيها 28 قرص، يعني في شرايط فيها 28 قرص بس بيبقى متعلم عليها الديت ان هي تبتدي بالقرص ده وتنتهي بالقرص ده. ليه؟ اشمعنى؟ علشان اخر سبع حبوب ما فيهمش هرمونز، هما بلاسيبو، ما فيهمش دواء او ما فيهمش هرمونز، او في منه في منها شرايط 21 بس قرص. فالست بتاخد ال 21 قرص وتبطل تاخد الاقراص لمده 7 ايام. طب هيحصل ايه خلال ال 7 ايام دول؟ المفروض ان الست هيحصل لها المنستريشن، هيجي لها البيريود، وبعد 7 ايام تبتدي ترجع تاني تاخد الاقراص مره تانيه وهكذا. طيب في انواع بقى باي فيزيك وفي انواع تراي فيزيك. ال concentration of hormones فيها بتتغير. الباي فيزيك ال concentration بتتغير مره، والتراي فيزيك ال concentration بيتغير مرتين على مدار 7 ايام. طب ودي يعني ايه الميزه بتاعتها يعني، او الادفانتج الزياده اللي انا باخدها بيها؟ انها الى حد ما بتيميتيت السايكل بتاعه الفيميل، بتيميتيت الكونسنتريشن اوف هرمونز في جسم الفيميل في الناتشورال سايكل. طيب ايه مشكلتها؟ ومش مستخدمه قوي الحقيقه. ليه؟ لانها بتعمل بريك ثرو بليدنج. يعني ايه؟ يعني تلاقي ان الست في وسط الدوره كده، في وسط السايكل بتاعتها، عماله تنقط تبليد. الحاجات المحبذه قوي المونوفيزيك الاكتر هي اللي بتستخدم دلوقتي. احنا قلنا البروجستين اونلي بيل فيها بروجستيرون بس. خدها امتى؟ خدها لما الست تكون ما تقدرش تاخد استروجين، زي الستات اللي بترضع اللاكتيتنج وومن. طب عندي اقراص بتتاخد بوست كويتال كونتراسيبتيف. يعني ايه بوست كويتال؟ يعني بعد ما حصل الانتركورس، ولأي سبب من الأسباب الست خايفة تحمل، أو يعني مش الحمل ما ينفعش إن هو يكمل، فبيتاخد حاجة اسمها emergency أو post coital contraceptive. الست بتاخد جرعة كبيرة كده من الهرمون بحيث إن هو ما يحصلش إيه؟ ما يحصلش implantation. usually taking the morning after contraception بيتاخد إيه؟ levonorgestrel أو high doses of ethinyl estradiol مع levonorgestrel. الأحسن منه بقى طلع ألترنتيف تاني من الكلام ده، حاجة اسمها أولي بريستال. إيه الأولي بريستال ده؟ هو بيتقال عليه بروجستيرون ريسيبتور موديوليتور. بروجستيرون ريسيبتور موديوليتور يعني إيه موديوليتور؟ يعني هو بيشتغل أجونست وأنتاجونست، يعني بيعمل على بعض التشو أكشن من الأكشنز بتاعت البروجستيرون، ويروح يشتغل في حتة تانية عكس البروجستيرون. علشان كده بيقولوا عليه موديوليتور. بروجستيرون أجونست أنتاجونست، أو بدل كلمة أجونست أنتاجونست دي يتقال عليها موديوليتور. طب هو بيعمل إيه يعني؟ هو بيمنع إن البطانة بتاعة الرحم تبتدي تتكون، بيأنتاجونايز إن يتكون بطانة في الرحم، فيمنع إن يحصل إمبلانتيشن أو إن الحمل يكمل. بيتاخد خلال قد إيه من الانتركورس؟ 120 ساعة. بعد كده ما ينفعش. 120 ساعة دول هو 5 أيام، بعد كده خلاص ما ينفعش، ملوش لازم. يعني عملوا إحصائية كده، الستات بتستخدم أنها أنواع من أنواع الكونتراسيبشن، الستات اللي هم من 15 إلى 44 سنة، ودي البرسنتج بتاعت الكونتراسيبتيف ميثودز اللي بتستخدم. الهرمون ريسبتور. طيب احنا قلنا الهرمون بشكل عام يا اما هتشتغل على ريسبتور جوه الخليه
يبقى اسمه intracellular receptor أو هرمون على السيرفس من بره، على الممبرين من بره، يبقى اسمه cell surface receptor. طب يمكن أنتوا عارفين من المحاضرة بتاعة الكاينيتك principles إن في حاجة اسمها degree of lipophilicity اللي هي بتتحكم في قدرة الدواء أو قدرة الهرمون إن هو يدوب في الدهون. ولما يكون الدواء أو الهرمون lipophilic ده معناه إن هو يعدي السيل ممبرين. علشان كده إحنا شايفين تحت الانتراسيلر ريسبتور موجود إن هو ده lipophilic هرمونز، تقدر تعدي السيل ممبرين وتدخل جوه السيتوبلازم، تشتغل ريسبتور جوه الخلية وتبتدي تكون ريسبتور هرمون كومبلكس. والريسبتور هرمون كومبلكس جوه الخلية ده هو اللي يبتدي يشغل التارجت بقى اللي أنا عايزاه، إيه اللي هيحصل جوه السيل. طيب أمال السيل سيرفس اللي هو من بره؟ لا، ده الهيدروفيليك. هيدروفيليك اللي هي ما بتعرفش تدوب في الدهون، بتدوب في المية بس أو بتدوب في المية أكتر، فبالتالي هيبقى عندها صعوبة إن هي تعدي السيل ممبرين، فبتشتغل على ريسبتور من بره، على السيل سيرفس من بره. أمال هيوصل الأكشن إزاي جوه الخلية وهي على ريسبتور من بره؟ أو والله أصل هي لما بتشتغل على الريسبتور اللي بره الخلية ده أو اللي موجود على السيل ممبرين أو اللي موجود على السيل سيرفس، هيبتدي يتكون سكندري ميسنجر جوه الخلية، رسول جوه الخلية هو اللي يبتدي ينقل بقى الإشارة ويبتدي ينقل الأكشن اللي أنا محتاجاه. يبقى الانتراسيلر ريسبتورز، الهرمونز اللي بتشتغل على الانتراسيلر ريسبتورز، هيتكون ريسبتور هرمون كومبلكس جوه السيتوبلازم هو اللي يبتدي انيشيت الأكشن اوف ذا هرمون. أمال الهرمون اللي هتشتغل على السيل سيرفيس، لا هي ما بتقدرش تدخل، ما بتقدرش تدوب في الدهون، ما بتقدرش تعدي السيل ممبرين، هي هتفضل تشتغل على الريسبتور الموجود على سطح الخليه من بره. امال مين اللي انيشيت الاكشن؟ والله هي لما ارتبطت بالريسبتور اللي موجود بره على الخليه ابتدى يتكون لي جوه الخليه ماده ثانيه اسمها سكندري ميسنجر، هي اللي هتبتدي تانيشيت الاكشن جوه الخليه. نبتدي الكلام اللي انا قلته ده هو اللي مكتوب في السلايد، بيقول لي الانتراسيلر ريسبتورز ا نمبر اوف هرمون كان ديفيوز ثرو ذا سيل ميمبرين، هتعدي من السيل ميمبرين وتبتدي تدخل ترتبط بريسبتور انتراسيلر جوه الخليه. طب لما ترتبط بريسبتور قلنا انها هتكون كومبلكس، هيبقى اسمه ايه؟ هرمون ريسبتور كومبلكس. الهرمون مع الريسبتور هيكون لي هرمون ريسبتور كومبلكس. الهرمون ريسبتور كومبلكس ده غالبا بيدخل على النيوكليس ويبتدي يرتبط بجزء معين في الدي ان ايه. طالما هيرتبط بجزء معين في الدي ان ايه يبقى هيتحكم في الترانسكريبشن اوف جينز. يعني ايه الترانسكريبشن اوف جينز؟ يعني ان الجينات تتحول لميسنجر ار ان ايه، بعد كده يكون لي يبقى ترانسليتد لبروتين. العملية دي هيبتدي يتحكم فيها الهرمون ريسبتور كومبلكس، يعني إما يزود الترانسكريبشن أوف جينز فتبتدي بروتينات أنواع من البروتينات أكتر تتكون، أو ينهبت الترانسكريبشن أوف جينز يبقى في أنواع من البروتينات أقل هتتكون. يبقى الانتراسيلر ريسبتورز أو الهرمونز اللي بتشتغل على الانتراسيلر ريسبتورز بتشتغل إزاي؟ الهرمون بيرتبط ب بيدخل اهو بيعدي السيل ممبرين وبيدخل يرتبط بالريسبتور ويكون لي كومبلكس اسمه هرمون ريسبتور كومبلكس، يشتغل على حته معينه في الدي ان ايه، فبالتالي يتحكم في مقدار الترانسكريبشن اوف جينز. الجينز دي هتديني كميه ميسنجر ار ان ايه قد ايه، هيتحول لي بعد كده لكميه بروتين قد ايه. دي اسمها بيتحكم في الديجري اوف جين ترانسكريبشن. مفهومة الحتة دي يا دكاترة؟ مفهومة يا دكتورة. تمام. الهرمونز ذات اكت ثرو الانتراسيلر ريسبتورز زي ايه؟ اللي هي الهرمونات اللي بتشتغل على ريسبتورز جوه الخلية، الثايرويد هرمون، الستيرويد هرمونز بانواعها الاندروجين والاستروجين والبروجستيرون والجلوكوكورتيكويد والمينرال كورتيكويد، الريتينويك اسيد اللي هو ميتابولايت من الفيتامين ايه اللي هو بيعمل اكشن اوف ذا فيتامين ايه، الكالسيتيرول. ايه الكالسيتيرول ده يا دكاترة؟
يساعد على الحفاظ على نسبة الكالسيتريول. هذا الاكتيفيشن فورم اوف فيتامين دي بالضبط كده، اللي هو ال 125 هيدروكسي فيتامين دي، اللي هو الاكتيف فورم اوف ذا فيتامين دي. ممتاز. طيب خلاص احنا اتكلمنا على الهرمونات اللي بتشتغل على ريسبتور جوه الخليه، وقلنا ان هيكون كومبلكس يتحكم في الترانسكريبشن اوف جينز عن طريق ارتباطه بالدي ان اي. طيب خلاص الهيدروفيلك بقى اللي ما بتقدرش تدخل الخليه هتشتغل على ريسبتور برضو، بس الريسبتور ده موجود على سطح الخليه من بره. الهرمون لما بيمسك في الريسبتور اسمه فيرست ماسنجر، الرسول الاول. طب هو مش قادر يدخل هيعمل ايه؟ بيعمل اكتيفيشن للريسبتور، ولما الريسبتور بيبقى اكتيفيتد بيبتدي يكون لي بدوره جوه السيتوبلازم سكندري ميسنجر. انواعه مختلفه بقى، ليه انواع كتيره قوي، اللي مكتوبين قدامكم دول هم دول اشهر انواع، لكن هم انواع كتيره قوي. سكندري ميسنجر ده بقى هو اللي هيبتدي ينقل، يعمل ترانسدكشن للاشاره جوه الخليه ويبتدي يديني الاكشن جوه الخليه. الانتروسيلولار سكندري ميسنجر زي سايكليك ام بي، زي سايكليك جي ام بي، زي الكالسيوم، وزي ماده اسمها داي اسايل جليسرول، وزي ماده اسمها انيسيتول ترايفوسفيت. السكندري ميسنجر يعني ايه؟ سكندري ميسنجر يعني ار سيجنال ترانسدكشن مولكيولز، مولكيولز بتتكون جوه الخليه عشان تنقل لي السيجنال. سيجنال ترانسدكشن مولكيولز ريليز از ا ريسبونس تو اكسترا سيلولار ستيميليشن، يعني هو الهرمون عمل اكسترا سيلولار ستيميليشن، اشتغل على ريسبتور بره الخليه فابتدى يطلع لي مولكيولز عشان تنقل لي السيجنال، تعمل ترانسدكشن للسيجنال، اسمها سكندري ميسنجر. والصوره هي برضو بتوضح الكلام ده، ان الهرمون ارتبط بريسبتور بره الخليه، ما قدرش ان هو يدخل جوه الخليه، لما الريسبتور هيحصل له ستيميوليشن يبتدي يطلع لي مولكيولز جوه الخليه اسمها سكندري ميسنجرز عشان تبتدي تعمل لي سيجنال ترانسدكشن. السكندري ميسنجرز دي بتبتدي تعمل لي اكشن جوه الخليه، يعني مثلا تبتدي تعمل لي اكتيفيشن اوف انزيمز، تعمل لي انهيبيشن اوف انزيمز وهكذا. شوفوا الصوره دي قد ايه، يعني انواع السكندري ميسنجرز كتير قوي. يعني انا عن نفسي، ما انا شخصيا هلاء يعني ما قدرتش ان انا اعرف كل السكندري ميسنجرز دي غير حتى وانا بشتغل يمكن في الدكتوراه بتاعتي. لكن احنا مطلوب مننا ان احنا يعني نعرف الجزء المينيمم اللي هو السايكليك ام بي، سايكليك جي ام بي، لان هم دول اشهر انواع. سايكليك ام بي، سايكليك جي ام بي، والكالسيوم والفوسفاتيدايل انستيتول والكاينيز كاسكيد. كاينيز يعني انزيم بيعمل فوسفوريليشن اوف اذر بروتينز، بيتقال عليه كاينيز. زي الكاينيز الفوسفوكاينيز سي، الفوسفوكاينيز سي والفوسفوكاينيز ايه. وهو عاطيني امثله، يعني مين مثلا بيطلع لي سايكليك ام بي جوه الخليه كسكندري ميسنجر؟ الاف اس اتش والتي اس اتش. مين بيطلع لي سايكليك جي ام بي كسكندري ميسنجر جوه الخليه؟ نيتريك اوكسايد. مين بيطلع لي كالسيوم وفوسفاتيدايل انيسيتول جوه الخليه كسكندري ميسنجر؟ التي ار اتش اللي هو الثايروتروبين ريليزنج هرمون. مين بيعمل بيطلع لي جوه الخليه كاينيزس او يعمل لهم ستيميوليشن، سواء كان فوسفوكاينيز سي او فوسفوكاينيز ايه؟ الانسولين والابيديرمال جروث فاكتور. عايزين برضو نعرف شويه ازاي السكندري ميسنجر ده برضو هيشتغل، يعني هيعمل لي ايه. طيب بيقول لي ان الهرمونات اللي بتشتغل على السايكليك ام بي في منها هرمونات بتزوده، في منها هرمونات بتقلله، في منها هرمونات بتزوده، في منها هرمونات بتقلله. طب هو السايكليك ام بي ده بيتكون ازاي؟ بيتكون بانزيم اسمه ادينايليت سايكليز، بيتكون بانزيم اسمه ادينايليت سايكليز يحول ادينايليت سايكليز، يحول الاي تي بي لسايكليك ام بي، والسايكليك ام بي ده هو ده السكندري ميسنجر. السايكليك ام بي ده هو ده السكندري ميسنجر.
طيب السكندري ميسنجر ده هيبتدي يعمل ايه؟ احنا قلنا هو ده اللي هيبتدي يعمل الاكشن جوه الخليه، اكتف بروتين كاينيز ايه، وهيعمل اكتيفيشن للبروتين كاينيز ايه، والاكتف بروتين كاينيز ايه ويل ذن فوسفوريليت ميني انزيمز اند بروتينز ريزلتنج ان اكتيفيشن او ان اكتيفيشن. والبروتينز او الانزيمز اللي حصل لها اكتيفيشن او ان اكتيفيشن دي هي دي اللي هتبتدي تدي الاكشن بتاع الهرمون. يبقى باختصار كده في هرمونات بتزود السايكليك ان بي وفي هرمونات بتقلل السايكليك ان بي. السايكليك ان بي بتكون ازاي؟ بتكون عن طريق الادينايليت سايكليز تحول اي تي بي لسايكليك ان بي. سايكليك ان بي يعمل اكتيفيشن بروتين كاينيز ايه. البروتين كاينيز ايه ده احنا قلنا ان هو بيعمل فوسفوريليشن اوف اذر انزيمز، فيبتدي يعمل اكتيفيشن اذر انزيمز واذر بروتينز، يا اما يعمل لها اكتيفيشن يعمل لها او يعمل لها انهيبيشن ويبتدي يديني الاكشن اللي جوه الخليه. طيب انا عندي من اشهر الانواع اللي بتشتغل على السايكليك ان بي، اما تزودها يا اما تنقصه، يعني يا اما يستيميليت الادينايليت سايكليز او ينهبت السايكليك الادينايليت سايكليز. هرمونز او ادويه بتشتغل على ريسبتور ماسك جوه في بروتين اسمه جي بروتين، اسمه جي بروتين. طيب اللينك ده عبارة عن فيديو، وانا ليه الصورة ما وصلت لكوش لما انا قلبتها، وانا الشير بتاعي وقف. طيب يعني الجي بروتين ده واضح عندكم، ظاهر عندكم؟ لا الان باني يا دكتوره. طيب تمام. طيب الجي بروتين اللينك اللي محطوط في الـ في الـ في الـ في السلايد ده هو انيميشن صغير كده عباره عن دقيقتين بيوريني ازاي الريسبتور اللي ماسك في الجي بروتين بيشتغل. هو باختصار ان الجي بروتين ده بيتكون من 3 سب يونت، الفا وبيتا وجاما. انا مش عارفه ليه الصوره مش راكبه على اللي انا بقوله، بس انا بتكلم في الصوره بتاعه الجي بروتين، السلايد بتاعه الجي بروتين. الجي بروتين بيتكون من 3 سب يونت، الفا وبيتا وجاما، ماسك في الريسبتور من جوه. هو الريسبتور عباره عن يعني 7 يونت كده بتعدي الممبرين، وماسك في جوه بال 3 سب يونتس بتاعه الجي بروتين. الالفا سب يونت بتبقى مرتبط بيها جي دي بي، جي دي بي. طب الهرمون هيجي يشتغل يمسك هنا من فوق، يبتدي يحصل اكتيفيشن للجي بروتين، الجي دي بي بتبتدي تستبدل بجي تي بي، فيبتدي الالفا والبيتا سب يونت، الالفا سب يونت والبيتا والجاما سب يونت مع بعض يبتدوا ينفصلوا عن الريسبتور ويدخلوا جوه الخليه وينفصلوا عن بعض كمان، ويبتدي يعملوا لي الاكشن جوه الخليه. من ضمن الاكشن اللي هيعملوه مثلا جوه الخليه يا اما ان استيميليشن اوف ادينايليت سايكليز زي ما قلنا في الصوره اللي فاتت دي، يا اما هيعمل استيميليشن اوف ادينايليت سايكليز فيزود لي السايكليك اي ام بي، او يعمل لي انهيبيشن للادينايليت سايكليز فينهبت الليفل اوف سايكليك اي ام بي. طب هو السايكليك ام بي بعد ما بيشتغل، السايكليك ام بي بعد هو خلاص السكندري ميسنجر اتكون واشتغل خلاص، هيفضل يشتغل لغايه امتى؟ بيتكسر بانزيم بعد كده اسمه الفوسفوداي استريز. الفوسفوداي استريز ده عباره عن انزيم بيكسر السايكليك ام بي. فمن ضمن الفاكتورز كمان اللي تساعدني ان السايكليك ام بي ده يعلى ان انا اعمل انهيبيشن لتكسيره. يعني ايه اعمل انهيبيشن لتكسيره؟ اعمل انهيبيشن للفوسفو داي استريز، وفعلا في بعض الادويه بتشتغل كده. زي مين مثلا؟ زي الانسولين بيشتغل كده ان هو بينهبت الفوسفو داي استريز. الثيوفيلين ده موسع للشعب، معروف ترى انقطع الصوت كده رجع ولا ايه؟ لا موجود الصوت تمام.
زي مين بيعمل انهبيشن الفوسفودايستريز، فبالتالي يزيد السايكليك ام بي الانسولين والثيوفيلين اللي هو موسع للشعب. طيب ودي لسته اهي مكتوبه فيها مين بيستخدم السايكليك ام بي من الهرمونز اللي احنا اتكلمنا عنها دي كسكندري ميسنجر. احنا قلنا من ضمن الحاجات اللي تتكون جوه الخليه كسكندري ميسنجر ماده اسمها فوسفاتيدايل انيسيتول اللي هي الاختصار بتاعها بي اي، فوسفاتيدايل انيسيتول. ودي لستة الهرمونات اللي بتستخدم الفوسفاتيدايل انيسيتول كسكندري ميسنجر. طيب احنا قدامنا يعني اول ما يبقى خلاص، يعني اول ما يبقى خلاص لازم اخرج من المحاضره قولوا لي. انا يعني المفروض ان انتوا تقروا بقيه السلايدات لوحدكم، بس نحاول نقراها مع بعض في الخمس دقايق اللي فاضل. مبدئيا حد عايز يسال اي الامور ماشيه؟ ايوه يا دكتوره ماشي. طيب تمام. بيقول لي other examples and details on second messenger. دي التفصيله اللي احنا قلناها من شويه، الهرمون هيرتبط بالريسبتور، فبالتالي هيحصل استيميوليشن في الجي بروتين. الجي بروتين هيعمل استيميوليشن للادينايل سايكليز، واحنا قلنا الادينايل سايكليز هيحول لي الاي تي بي لسايكليك ام بي. السايكليك ام بي يبتدي يعمل اكتيفيشن للبروتين كاينيز ايه، يبتدي يعمل اكتيفيشن للبروتين كاينيز ايه. انا بقول في الصوره اللي هي في السلايد رقم 31، السايكليك ام بي هيبتدي يعمل اكتيفيشن للبروتين كاينيز ايه، واحنا قلنا ان البروتين كاينيز ايه ده هو اللي هيبتدي يعمل البيولوجيكال اكشن، لانه هيبتدي يعمل فوسفوريليشن اوف اذر انزيمز اند فوسفوريليشن اوف اذر بروتينز. طيب السايكليك ام بي الاكشن بتاعه في الاخر هيخلص ازاي؟ عن طريق انزيم اسمه فوسفو داي استريز هيكسر السايكليك ام بي لاي ام بي. طب احنا قلنا من ضمن السكندري ميسنجر برضو السايكليك جي ام بي، هو بيتكون برضو بحاجه اسمها جوانيليت سايكليز. طيب بيقول لي ان الهرمون الوحيد اللي بيستخدم السايكليك جي ام بي اللي هو الاتريال ناتيوريتيك فاكتور او الاتريال ناتيوريتيك بيبتايد، ده هرمون بيفرز من الاتريا اوف ذا هارت، الاتريوم الاذين بتاع الهارت. الاتريال ناتيوريتيك فاكتور او بيبتايد ده هو ده الفيرست ماسنجر، بيرتبط بالريسبتور بتاعه ويبتدي يستيميوليت الجوانيليت سايكليز علشان يكون لي السكند ميسنجر ك السايكليك جي ام بي كسكندري ميسنجر. طيب في ادويه مشهوره قوي يعني بتشتغل عن طريق السايكليك جي ام بي كسكندري ميسنجر، على راسها الفياجرا لو احنا نسمع عن هذا الدواء يعني اللي هو اسمه سيلدنافيل. السيلدنافيل ده هو بيوسع، بيستخدم في حاجتين، يعني بيستخدم في البالمونري هايبرتنشن ارتفاع ضغط الشريان الرئوي، وبيستخدم كمان في حالات ضعف الانتصاب. ليه؟ لانه فازو دايليتور، بيعمل فازو دايليتيشن يعني، والفازو دايليتيشن بيزود الدم، منها ان هو هيحسن الانتصاب، وفي حالات البالمونري هايبرتنشن بيخفض البالمونري بريشر. من ضمن الحاجات كمان اللي بتستخدم السايكليك جي ام بي كسكندري ميسنجر النيتروك اوكسايد. النيتروك اوكسايد بتعمل فازو دايليتيشن عن طريق السايكليك جي ام بي كسكندري ميسنجر. الهرمونز ذات يوز كالسيوم اند فوسفوليبيدز از سكند ميسنجر، ده هرمون اللي هو الفيرست ماسنجر بايند تو سبيسيفيك ريسبتورز على السيل ممبرين، وبعد كده يبتدي تعمل ستيميوليشن للجي بروتين فتعمل اكتيفيشن لانزيم اسمه فوسفولايبيز سي. الفوسفولايبيز سي ده هيعمل بقى كذا اكشن جوه الخليه. يبقى اول حاجه حصلت ايه؟ ان الهرمون مسك في الريسبتور اللي على سطح الخليه من بره، فبالتالي الجي بروتين حصل له ستيميوليشن. لما حصل استيميليشن للجي بروتين ابتدى يعمل اكتيفيشن لانزيم اسمه فوسفولايبيز سي.
الفوسفولاي بي سي بقى هيبتدي يعمل كاسكيد اوف اكشن جوه الخليه، منها ايه مثلا؟ ان هو يبتدي يزود الاكس تشينج ما بين الصوديوم والكالسيوم وبين الهيدروجين والكالسيوم بهدف ان هو يرفع لي الكالسيوم جوه الخليه. يعمل ايه كمان؟ يبتدي يعمل ستيميوليشن لبروتين او انزيم اسمه فوسفاتيدايل انيسيتول باي فوسفيت، هو البي اي بي 2 ده. طيب البي اي بي 2 ده يشتغل علشان خاطر يكون لي مادتين سكندري ميسنجر تانيين، اللي هو الداي اسايل جليسرول والانيسيتول ترايفوسفيت. الانيسيتول ترايفوسفيت ده كمان من ضمن الاكشنز بتاعته ان هو بيزود الكالسيوم، يروح على الاندوبلازميك ريتيكولم والستورز اوف ذا كالسيوم والميتوكوندريا علشان خاطر يريليز مور اند مور كالسيوم. امال الداي اسايل جليسرول يعمل ايه؟ بيشتغل كبروتين كاينيز سي، او يعمل اكتيفيشن للبروتين كاينيز سي. واحنا قلنا ان البروتين كاينيز يعني بيعمل فوسفوريليشن اوف اذر بروتينز اند اذر انزيمز تو اندوس ذا بايولوجيكال ريسبونس. والصوره اهي اللي في سلايد رقم 36 بتقول الكلام اللي انا قلته ده. الريسبتور من بره زي الجونادوتروبين ريليزنج هرمون مسك في الريسبتور، الهرمون اهو مسك في الريسبتور فعمل اكتيفيشن للجي بروتين، الجي بروتين عمل اكتيفيشن للفوسفولايبيز سي، الفوسفولايبيز سي هيبتدي يكون لي الداي اسايل جليسرول والانيسيتول ترايفوسفيت من البي اي بي 2. داي اسايل جليسرول يعمل اكتيفيشن بروتين كايناز سي. طب الانيسيتول ترايفوسفيت يبتدي يروح يزود لي الكالسيوم ريليس. وزي ما قلنا البروتين كايناز سي هيبتدي يعمل اكتيفيشن او فوسفوريليشن لاذر انزيمز اند بروتينز. طيب هو الكالسيوم يا اما بيشتغل بنفسه او عن طريق ان هو اكتيفيت اذر بروتين اسمه كالموديولين، بحيث ان هو يبتدي برضه يستيميوليت فوسفوريليشن اند اكتيفيشن اوف اذر بروتينز تو برودوس ذا فيسيولوجيكال ريسبونس. دي اخر سلايد اهي. في نوع من انواع الريسبتورز اسمها بتستيميليت البروتين كايناز. يعني ايه؟ هو الريسبتور عباره عن تو يونتس، يونت بره الخليه ويونت جوه الخليه. يونت بره الخليه اسمها الفا سب يونت، بيرتبط بيها الدواء. اشهر دواء بيستخدم او اشهر هرمون بيرتبط بالنوع من النوع ده من الريسبتور الانسولين، بيرتبط بره. حتى هو لما بيرتبط بالريسبتور من بره بيعمل دايمرايزيشن. يعني ايه دايمرايزيشن؟ يعني تو ريسبتورز يلتحموا في بعض زي الصوره كده. طيب لما يلتحموا في بعض يمسكوا في بعض يبتدوا يعملوا ستيميليشن للبيتا سب يونت اللي جوه. البيتا سب يونت دي ليها تيروزين كايناز اكتيفيتي. يعني ايه تيروزين كايناز اكتيفيتي؟ يعني تقدر تعمل فوسفوريليشن اوف اذر سيل بروتينز، فبالتالي هتبروديوس اذر اكشنز جوه الخليه. طيب تمام انا كده خلصت. حد عايز يسالني اي سؤال يا دكاتره قبل ما تمشوا؟ كله واضح اكيد؟ لا يعطيك العافيه دكتوره. اي سؤال؟ اخرج امشي. دكتوره انا عندي سؤال بس عشان وقت المحاضره ممكن اسالك اياه في الواتس؟ ايه ممكن. طيب كيف نتواصل معاكي؟ طيب انا هقول لك حاجه، انا ممكن يعني انا الواتس بتاعي مع الدكتور الليدر بتاعكم، فممكن اسئلتكم تبعتوها للليدر وهو هيبعتها لي، وانا ممكن اسجل لكم فويس اجاوب، يعني اعمل فويس اجاوب فيه على الاسئله بتاعتكم. نعم دكتوره شكرا. مع السلامة، أشوفكم المحاضرة الجاية مش عارفة هتكون إمتى. السلام عليكم دكاترة. وعليكم السلام. وعليكم السلام. ازيكم؟ ربنا يسعدكم.